الو، هلا العمار. نا ايه الله يعافيك. ايوا رفعنا سيولا مشهود سند التليفون دات محرز دبراويات. لا دن كرديف لا ذاك يوم العرايس دان الفوسفات دان الحوض المنجمي. ايه صافي يلا الله يعني ارندي عن سخص يلا اي ربي يستر الله ينيك يا عون ربي يلا مما جعل أصحاب المناجم يحاوروننا حول التعليم كما حاورونا حول الزيادة في الأجور، لكن هذا لا يكفي. نحن نطلب المزيد من المدارس والمساكن. نحن بحاجة إلى مدن عصرية كاملة. للحصول على هذا لا بد من طرد هؤلاء الذين وردوا لنا الفقر والاستبداد. النضال يقوى ويجتاح هموم البلاد. الحركة تكبر في الشمال وفي المؤسسات، وأخبار الإنجازات النقابية لعمال المناجم تكتسح كل البلاد. اليوم اللي اكتشفناه بعد 6 سنين أو 7 سنوات ثورة أنه الحراك الاجتماعي مازال قائم، كأنه لم يتغير شيء من 2008، وكأن المسألة في الحوض المنجمي كما قال رئيس الوزراء أنه قطار الفوسفات يخرج مليان من الحوض المنجمي ويرجع بدون تنمية. اليوم إذا كان جيش في القفصة وتلوث البيئة بدون احترام البشر، إذا علاش في القفصة أنا أتأهل مسألة التنمية وأنها تنظر لمسألة التلوث نظرة مختلفة. نظرة مختلفة، ماهيش كيما 100 سنة التالي، كنا الناس ساكتة مش عارفة شنو تأثيرات الفوسفات، فقنا بيتو بعد 100 سنين تأثيرات الفوسفات علينا. شوفوا ادخلوا الحوض المنجمي ودوروا تو تشوفوا سنين، تو تشوفوا عدد المرضى على مستوى الجهاز التنفسي، عدد المرضى على مستوى معناها امراض مختلفة حشاك من الامراض السرطانية. استخراج الفوسفات وديال التصفية ديالو فعلا كيساهم في التنمية، يعني كيساهم في النمو ديال رأس المال. انتوما في الجمعية ديالكم كتقولوا من اجل تنمية حقيقية، يعني شنو هو المضمون حيت هما كيعطيو للتنمية هذا المضمون هذا، انتوما شنو هو المضمون اللي كتعطيو للتنمية ملي كتقولوا بانكم جمعية ديال من اجل الاستثمار والتنمية، شنو التنمية اللي بغيتوا؟ التنمية كيقولوا التنمية معناها المدارس ما فيهاش الادنى تاع الحياة الكريمة وغير. شوف النقل حدث ولا حرج معناها، شوف البطالة كذلك. علاش انا لان الدوله، وحنا قلنا الدوله هي اللي لازم تفصل نسبه الاستهلاك في غسيل الفوسفات. طرحنا الحل، ثم شكون يقول لك يا خويا نحن اوسي ليميت الاكستراكسيون، برا امشي خرج من هنا، برا اغسل في قابس ولا برا اغسل فوسفات ولا برا تصرف. نحن نخرجوا الفوسفات من هنا وننقلوه شايح يمشي غادي يتغسل في المناطق معناها قريبه للبحر. هذا نحن جينا ضده. علاش جينا ضده؟ لانه مش في صالحنا ان نخسر مواطن شغل اخرى، وانت تعرف ان المنطقه هذه معناها الجرح الاول والجرح النازف بعمر هو البطاله فقط. نحن انتفاضه في 8 6 شهور معناها في صراع مع نظام بن علي معناها وفي القمع وفي الهرس وفي كذا، مش وقتها مش نحكوا على البيئه، وقتها نحكوا على البطاله ونحكوا على انعدام الشفافيه معناها وانعدام معناها التنميه. بغيت نعطي واحد الكريتيك شويه، حيت نفس ازمه اللي وقع فيها الحوض المنجمي في تونس وقعنا فيها في المغرب في المحيط المنجمي، ان الشركات لها حلول استراتيجيه ذات المدى البعيد. ولا الخطا اللي كان نطيحوا فيه حنا هو اننا كنحاولوا نعطيو بدائل ديال المدى القصير. التنميه راه خصنا نحسموا فيها، راه ما كاين لا تنميه لا والو، وانما التنميه الحقيقيه هو
ترجمة ديال الاستفادة من الثروة والترجمة ديالها من طرف الساكنة بروسهم بتسيير والتدبير ديالهم والثروة ديالهم، هذه هي التنمية الحقيقية وخصنا نسميوها التنمية. بالنسبة للملاحظة هي تخص مسألة ديسكور اللي اليوم موجود على حكاية على الفوسفات. نسمع برشا حجاج على الصحة، نسمع برشا حجاج على البيئة وكل، لكن وقت اللي يصير فما احتجاج، وقت اللي يصير فما مشكلة، تقولش عليهم الحجاج هذوكم الكل يضم حلو وما تقعد كان مسألة التشغيل. فما إشكال حقيقي وفما تناقض حقيقي مع الشركة هذه، مش مربوط فقط معناها بالاقتصادي والاجتماعي، مربوط بالحياة، مربوط بالحق في الحياة. لأنه مع استمرار من الصناعة الاستخراجية هذه الحياة مدمرة، ونعرف الارتباط معناها بشركة فوق قفصة، لأني الشركة الأم، الشركة الدولة، الشركة التي أنتجت كل شيء، الشركة التي وفرت كل شيء، وكذلك الشركة التي قتلت كل شيء. لأنه اليوم أنا فقط مش التشغيل فقط معناها وكهو معناها. وشكرا استاذ ماني طولت. ما قلتكش أنت معناها كماركو فورميو معناها أنهم قلصوا من التلوث، هذه معناها مش حل. مش حل على خاطر عندك ماهوش حل، تعرف علاش ماهوش حل؟ ماهوش حل على خاطر فما إشكال كبير ياسر. سمحت لي نعطي رقم فقط. احتياجات شركة فوت قفصة في الثانية من الماء 75 لتر في العام، راهي ما 20 مليون متر مكعب. يا عندي ايش عندك ماء يا لوطا؟ انت ايش عندك ماء؟ تعرف ايش عندك ماء؟ الافق نتاع الحياة شنو؟ اذا كانت توصل الوضعية بما يعني عليه. والماء اساس الحياة. خليني من الاخر الكل. هذا الاشكال. نجاوبوا على هذا نخموا فيه. الافق يا وضعي. باش ننطلق من وين نوقف وزير؟ على خاطر وباش نزيد نقدم عليها المشكله، مشكله الفوسفات ما تقفش حد قفصه والرديف والعرايس والبلايص هذوما، تمشي لبلايص اخرين، تمشي لقيبس، تمشي للصخيره. ونفهم انا العقليه نتاع كي تقول لي انت شنو الحل، هذا نفس السؤال يتسالوه الناس في الصخيره، خاطر يحبس الفوسفات عندكم هنا، تحبس الثياب غادي، تحبس التيفير، تحبس بلاد كامله. على خاطر بعد 30 سنه كي باش يخرج مش تخلي لك الماء باش انت تخمم في حل اخر، وبعد 30 سنين كي باش يخرج مش بيخلي لك حتى امل في الحياه، حتى نتاع انك تجيب ماء بحر وتحليه. يعني هو كي باش يخرج مش بيخليك حتى شيء، يعني وجوده والا ان هو ينقص لي من تو من 3 شنو في عوض باش نموت انا بعد 30 سنين باش يزيدني 50، في عوض 50 باش يزيدني 100. يعني هل انه بالحق حل والا لا؟ دونك انا المفروض السؤال مش شنو الحل بخلاف التنقيص من التلوث، وانما شنو الحل من غير تلوث. الحل سهل، هي لازمها تقف. حمزه حموشاء. هذا يعني نقاش مهم، يعني واحد فينا ما عنده الحقيقه، واحد فينا ما عنده الحلول. هذا الحلول يجيو من نقاشات كما هكذا، يجي من نضالات. انا نتعلم من عندكم وان شاء الله تتعلموا من عندنا ثاني، فهمني. انا نرجع برك لمساله التنميه اللي تكلم عليها يعني وسيم، قلقني يعني خذا الفكره تاعي. لا فكرتي انا نو التنميه. وش معناها التنميه؟ التنميه هي دركا ولات مرادف تاع النمو، ودركا يجيب لك تقول لك تنميه حقيقيه ولا تنميه مستدامه. تنميه مستدامه كي انت مع نمو بلا نهايه، كيف يكون مستدام؟ وهذه فكره جات من اوروبا، تفرضت على دول الجنوب، عوضت علاقات استعماريه. بكري كنا نقولوا دول مستعمره ودول مستعمرة، ولينا نقولوا دول نامية ودول في طريق النمو. هي كاين أفكار في أمريكا الجنوبية على الشيء هذا، ولازم نتعلموا منهم. هما يقول لك تبدأ من صناعات استخراجية مدمرة، تروح لصناعات استخراجية معقولة، ومن ثم نفك. وهذه ما لازم صعب تجي وحديها، لا معناها لازم تعدد في الاقتصاد تاعك، لازم تدير زراعات، تدير خدمات، تدير اشياء اخرى. ولكن في ظل الدوله النيوليبراليه اللي سايده الان، هذا شيء مستحيل. معناها لازم تبدل النظام ثاني، وهذا صراع يعني طويل المدى.